هو اليوم طبعا نحن هذه ما هيش المرة الأولى، عادة نقوم بمثل هذه نسموها ورشات عمل، هي ورش عمل نجمع في عدد من الأطفال والشباب المراهقين مع أهليهم اللي هم مصابين بالسكر النوع الأول بالذات، ونحاول ندير لهم يوم تثقيفي يبدأ عادة من 9 صباحا لغاية المساء، فيه محاضرات وشرح وتطبيقات عملية بمشاركتهم على كيفية التعامل مع السكر من ناحية الحقن، تحليل السكر، كيف يتعامل مع حموضة الدم، الغذاء الصحي وكيف وشنو هو الغذاء الصحي، كيف يحسب يعني بالدرجة الأولى كيف يحسب الوجبة متاعه كم يضرب لها، لأن أغلب الناس يعتقدوا أن طالما عنده السكر فهو ممنوع عليه الكالوري، هذه حاجة طبعا فكرة خاطئة. قولي اليوم مثلا أنت كأحد شباب الصغار في السن ما زالوا عندك مرضك، كيف تتعامل معاه المرض؟ عادي جدا، فرق بيني وبين الناس بس ناخذ في دواعي لا اكثر لا اقل. احنا عارفين ان في نقص كبير في كل حاجه، انت شنو الشيء اللي تعانوا منه كمرضى السكري؟ والله انا الادويه نشري فيني بروحي، ما ناخذش فيه من الدوله. زمان كان في قبل الكرامه بفتره كنا ناخذ فيه من المستشفى، بس تو ما فيش، تو ناقص ما عادش يوفروا لنا في شيء. طبعا غاليه الادويه غاليه. بالنسبة لي كيف هالدورات وكيف هالاجتماعات، هل في استفادة لك من استفدت منها؟ أكيد ها، أنا تو تعلمت كيف نحسب النشويات، يعني نعرف جرعتي كم بالأمن، يعني مثلا تو كنت نعدي الدكتور كل فترة باش يثبت لي جرعة ويشوف تحاليلي، يعني تو نقدر نحسبهم بروحي مش مستحق. كيف متعايشة مع مرض السكر؟ كان طبيعي، هو مرض يعني مش مرض قاسي ولا يتحشموا منه مرض، كان صديقك. هو سكر لو انسان صاحبه هي صاحبه حتى المرض. هل انت مصاحبتي ولا تعندي فيه؟ لا مصاحبته. هو تعندي عندك راه. قولي مثلا في كيف هالاجتماع اليوم، كيف هالندوه، شنو الشيء اللي استفدتي منه؟ استفدت منها حاجات واجده، يعني اتمنى ان هي تكرر مره اخرى، الدكاتره ما شاء الله يعني الجو سما. استفدت ان كيف نديروا الجرعه الصحيه وكيف نديروا الجرعات، كيف ننظموا السكر، كيف ما نخلصوش الحموضه، ما نخلوش السكر على ما يخبطش، يقعد متوسط، حاجات واجده يعني استفدنا منها. عقيلة بين المعمل في نفس الوقت نمشي مثلا المعمل ناخذ نسبة السكر نشوفوها بالنسبة للجهاز وبالنسبة للمختبرات تكون حتى زيادة 20 إلى ممكن 30 وبالنسبة للقراءات باش نتأكدوا حتى أن جهازي مضبوطات القراءات بتاعتي نعتمد عليه أو ما